بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 25. طبعا كنا شفنا من قبل تعويض بعض الكلمات في بعض الجمل، ثم رأينا التغيير الذي يحدث على بعض المواضع في الجملة. من هذا نستنتج بأن كل كلمة لها مكان في الجملة. إذن كما نرى هنا جوتيا، أنا أستنبط dans une phrase في جملة chaque mot à sa place. Dans une phrase, chaque mot a sa place. إذن في كل جملة كل كلمة لها مكانها. Chaque mot a sa place. كل كلمة لها أو عندها مكانها. Dans une phrase, في جملة ما. Chaque mot a sa place. كل كلمة لها مكانها. Quand on remplace, عندما نعوض. C'est le verbe remplacer. Quand on remplace, عندما نعوض un mot. عندما نعوض كلمة. par un autre. عندما نعوض كلمة بأخرى par un autre. المقصود هنا quand on remplace un mot par un autre mot. عندما نعوض كلمة بكلمة أخرى. المقصود هنا quand on remplace un mot par un autre mot. quand on remplace un mot par un autre mot. هنا عندنا quand on remplace un mot par un autre. عندما نعوض كلمة بأخرى. en général, بصفة عامة la phrase n'est plus la même. En général, يعني بصفة عامة, la phrase n'est plus la même. يعني أن الجملة لن تعود نفسها. لن تعود نفسها. هنا كما لو عندنا بأن الجملة لن تعود مثل. المقصود لن تعود مثلها كما كانت. إذن la phrase n'est plus la même. طبعا هنا ما عدناش la phrase n'est pas la même. يعني أن الجملة ليست هي. يعني أن الجملة ليست نفسها. هنا عندنا la phrase n'est plus la même. يعني أن الجملة لن تعود نفسها. لن تعود كما كانت. هذا هو المقصود. يعني أنها كانت كما هي، لكن بعد تغيير كلمة بكلمة في هذه الجملة، الجملة لن تعود كيفما كانت. la phrase n'est plus la même. فالفقرة الرابعة je m'entraîne. أنا أتدرب. à réaliser en groupe للإنجاز في فريق. إذا المطلوب هنا أن يكون هناك فريق من التلاميذ ينجزون هذا التمرين للإنجاز في مجموعات. إذن je complète par le mot qui convient. أنا أتمم بالكلمة التي تناسب. on a le verbe convenir. عندنا le verbe convenir. عندنا فعل وافق أو ناسب. عندنا هنا je complète par le mot qui convient plusieurs possibilités. on a plusieurs possibilités. les possibilités المقصود بها الخيارات. je complète par le mot qui convient. أنا أتمم بالكلمة التي تناسب plusieurs possibilités. إذن عندنا عدة إمكانيات، عدة خيارات. إذن عندنا le ثم نقط se prépare pour allant, le se prépare. يستعد, c'est le verbe se préparer. se préparer يعني أنه يستعد أو أنه يعد نفسه. أما le verbe préparer يعني أنك أنت تعد شيئا. مثلا, il prépare le repas. il prépare le repas يعني هو يعد الأكل. إذن هو يعد شيئا آخر. هنا نتكلم عن le verbe se préparer. يعني أنه يعد نفسه. إذن le se prépare pour allant. مثلا شخص أو فريق يستعد pour allant لشيء طويل. pour allant travail, pour allant trajet, لمسار طويل مثلا. إذن لشيء ما طويل. إذن عندنا هنا pour allant كذا وكذا. إذن ماذا سنقول هنا؟ le se prépare pour allant. le se prépare pour allant. إذن ماذا سنضع هنا؟ إذن ممكن أننا نقول مثلا لوسكو se prépare pour allant voyage en avion. لوسكو يعني الكشاف. طبعا في المؤنث نقول لاسكوت. هنا لوسكو يعني الكشاف se prépare يعني أنه يستعد pour allant voyage لرحلة طويلة en avion. مثلا في الطائرة. أو مثلا نقول فقط لوسكو سو بريبار بور ألون فواياج.
نقول مثلا لوسكو سو بريبار بور ا لون فواياج، الكشاف يستعد لرحله طويله. ممكن اننا نقول ايضا لوطوموبيليست يعني السائق سو بريبار بور ا لون تراجي بور ا لون تراجي، اذا السائق يستعد لمسار طويل. اذا نتحدث عن الطريق التي سياخذها لوطوموبيليست سو بريبار بور ا لون تراجي. او نقول مثلا لوفريي يعني العامل سو بريبار بور ان لون ترافاي، لوفريي العامل سو بريبار يعني انه يستعد بور ان لون ترافاي لعمل طويل. ثم عندنا مو يعني شيء ما يعود لي اي موا، طبعا شيء ما يعود لي وانا، اذا اكيد انه شخص ما يعود لي، مثلا ابي او اخي او مثلا صديقي. إذن سأقول مون نامي مثلا اي موا اورغانيزون، اورغانيزون مقصود بها ننظم، سلو فيرب اورغانيزي، إذن هذا فعل نظم. إذن سنقول مثلا فلان وانا، مون نامي مثلا مون بير مون فخير اي موا، مون بير اي موا، مون نامي اي موا، مون فخير اي موا، اورغانيزون يعني ننظم. إذن سننظم شيئا ما سور لا مونطان فوق الجبل. إذن مون اي موا اورغانيزون ان سور لا مونطان، إذن فلان وانا ننظم ان شيء ما سور لا مونطان، سور لا مونطان فوق الجبل. إذن ماذا سنقول هنا؟ كيس كون فادير؟ كيس كون فاماتر؟ ماذا سنضع هنا؟ إذن ممكن انني اقول كمثال بابا اي موا اورغانيزون ان بيكنيك، بابا اي موا اورغانيزون ان بيكنيك سور لا مونطان. إذن أبي وأنا ننظم، المقصود نحن ننظم أن بيكنيك يعني نزهة إن بخوموناد سور لا مونطان فوق الجبل. ممكن أنني أقول منامي إي موا أورغانيزون إن غيونيون، صديقي وأنا نحن ننظم إن غيونيون، نحن ننظم اجتماعا سور لا مونطان فوق الجبل. ممكن ممكن انني اقول ايضا مون امي اي موا اورغانيزون ان كور توريستيك، مون امي اي موا اورغانيزون ان كور توريستيك سور لا مونطان، صديقي وانا ننظم درسا سياحيا فوق الجبل. مون امي اي موا اورغانيزون ان كور توريستيك سور لا مونطان، صديقي وانا ننظم درسا سياحيا فوق الجبل. ثم عندنا لي، ثم ريبار لور يعني يصلحون شيئا ما يعود لهم. إذا عندنا لي المتسابقون، التلاميذ، المجموعات. إذا ممكن أننا نحدد أشخاصا أو أشياء هنا لي، ثم ريبار، ريبار يعني أنهم يصلحون، إذا أكيد أنهم أشخاص. سلو فيرب ريباري هذا فعل ريباري يعني فعل أصلح، يصلحون ماذا؟ إذا نتكلم عن أشخاص يصلحون ريبار لور ثم نقاط. إذن الأشخاص يصلحون أشياء ما تعود لهم، ريبار لور، ريبار لور pour participer à la للمشاركة في. إذا نتكلم عن أشخاص يصلحون أشياء ما تعود لهم من أجل المشاركة في شيء ما، les ريبار لور pour participer à la. qu'est-ce qu'on va dire؟ ماذا سنقول؟ comment va-t-on compléter cette phrase؟ إذن كيف لنا أن نكمل هذه الجملة؟ إذن ممكن أننا نقول les concurrents réparent leur vélo pour participer à l'étape de demain. إذن les concurrents المتنافسون، إذن نتكلم على la concurrence يعني المنافسة. إذن les concurrents المتنافسون réparent أنهم يصلحون leur vélo، يصلحون دراجاتهم pour participer للمشاركة à l'étape de demain. À l'étape de demain. للمشاركة في مرحلة الغد. Les concurrents, المتسابقون أو المتنافسون réparent leur vélo. يعني أنهم يصلحون دراجاتهم pour participer à l'étape de demain. للمشاركة في مرحلة الغد. ممكن القول أيضا les paysans réparent leurs outils pour participer au prochain festival. الفلاحون يصلحون أدواتهم للمشاركة في المهرجان القادم. Les paysans réparent leurs outils pour participer au prochain festival. Les paysans réparent leurs outils
وبارتيسيبي أو بروشان فيستيفال. ثم ننتقل إلى الفقرة الخامسة جوني فالي. أون باس أو سانكيام باراغراف جوني فالي. Je complète chaque phrase par l'un des mots proposés. Je complète chaque phrase par l'un des mots proposés. أنا أكمل كل جملة بواحدة من الكلمات المقترحة. Je complète chaque phrase par l'un des mots proposés. أنا أكمل كل جملة بواحدة من الكلمات المقترحة. Par l'un des mots proposés. بواحدة من الكلمات المقترحة. طبعا عندنا ثلاثة جمل. وبجانب كل جملة هناك مجموعة كلمات علينا أن نختار من كلمة من أجل إتمام هذه الجمل. إذن الجملة الأولى la phrase A le soir après l'école ma sœur et moi allons à la le soir المساء المقصود في المساء après l'école المقصود بعد الخروج من المدرسة ma sœur et moi ma sœur et moi أختي وأنا allons à la نذهب إلى أختي وأنا نذهب إلى المقصود أنا وأختي بعد الخروج من المدرسة نحن نذهب إلى إذن لو سوار لو سوار أبخي ليكول ما سوار إموا ألون ألا هل سنقول لو سوار أبخي ليكول ما سوار إموا ألون ألا جاردان طبعا كلمة جاردان كلمة مذكرة سنقول لو جاردان طبعا كلمة جاردان هي كلمة مذكرة نقول لو جاردان طبعا كما قلنا فيما سبق مع الكلمة المؤنثة نقول مثلا كلمة لا بلاج ممكن أننا نقول nous allons à la plage أو bien il va à la plage إذا ممكن أننا نقول à la plage في حالة الكلمة المذكرة مثلا كلمة le jardin إذا لا يمكننا أن نقول nous allons à le jardin لا يمكننا أن نقول nous allons à le jardin أو bien il va à le jardin أو bien tu vas الو جاردان إذن طبعا الو تتحول في اللغة الفرنسية إلى أو تكتب بأي ففي حالتنا هنا إذا اخترنا كلمة جاردان سنقول لو سوار أبخي ليكول ما سوار إي موا ألو أو جاردان في المساء بعد الخروج من المدرسة أختي وأنا المقصود أنا وأختي نذهب إلى الحديقة طبعا هنا عندنا هاد ألا هاد ألا التي عندنا هنا علينا أن نحافظ عليها ثم نختار الكلمة المناسبة وبالتالي لن نختار كلمة جاردان لماذا؟ لأن كلمة جاردان ستفرض علينا تغيير ألا ب أو لأننا سنقول ما سوغ إي موا ألون أو جاردان ألو جاردان سنغيرها ب أو جاردان إذن طبعا لن نختار جاردان ثم كلمة بلاج إذن كلمة بلاج هي كلمة مؤنثة إذن ممكن أننا نضع هذه الكلمة هنا إذن لو سوار أبخي ليكول ما سوغ إي موا ألون على بلاج ألون على بلاج بعد المدرسة نحن نذهب إلى الشاطئ طبعا الكلمة الأكثر واقعية هي كلمة ميزون إذن لو سوار أبخي ليكول ما سوغ إي موا ألون على ميزون في المساء بعد الخروج من المدرسة أختي وأنا المقصود أنا وأختي allons à la maison نحن نذهب إلى المنزل ثم نذهب إلى الجملة B إذن passer de l'autre côté car cette ثم est réservé aux pompiers ثم عندنا كلمة accent accès action accent accès action إذن عندنا passer c'est le verbe passer à l'impératif إذن عندنا لو فيغ باسي يعني ماضى أو مرة على امبيراتيف المقصود أنه في الأمر إذن باسي دو لوتر كوتي مروا من الجهة الأخرى باسي دو لوتر كوتي مروا من الجهة الأخرى إذن بحال تقول لشي واحد دوز من ديك الجهة ما تدوزش من هاد الجهة إذن باسي دو لوتر كوتي كاغ سيت لأن هذه المقصود لأن هذه الطريق إي غيزيرفي أو بومبيي كاغ سيت إي غيزيرفي هي مخصصة هي مخصصة أو بومبيي هي مخصصة لرجال الإطفاء إذن تقول لشخصين أو مجموعة أشخاص تقول لهم مروا من الجهة الأخرى لأن هذه الجهة التي تمرون معها هي مخصصة لرجال الإطفاء passe de l'autre côté car cette ثم سنكمل بالكلمة الموافقة
réservé aux pompiers. لأن هذه كذا وكذا réservé aux pompiers. هي مخصصة لرجال الإطفاء. ماذا سنضع؟ هل سنضع car cet accent ou bien car cet accès ou bien car cet action. طبعا كلمة action كما تنشوفو هي كلمة مؤنثة وجمع. نتكلم عن une action. في حالة الكلام عن action مفردة سنقول car cet بدو ط car cet action. لأن هذه كما لو نقول الفعل. طبعا l'action تتعني الفعل. هي كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية. إذا سنقول car cet بدو ط بدو ط يعني جوج ديال ط ثم أ. لا نضع هاد ست التي عندنا هنا. On va mettre car cet action. هذه في حالة إذا تكلمنا على action مفردة. طبعا الذي عندنا هنا عندنا action جمع. إذا ماذا سنقول؟ سنقول car ces actions. car ces actions. لأن هذه الأفعال أو هذه الحركات إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن action جمع. وبالتالي لن نضع ست بل سنضع ces actions. هنا طبعا لا نتكلم عن المعنى الصحيح. هنا نتكلم فقط عن الكتابة. نتكلم عن الكلمات من حيث الكتابة. إذا كلمة action بأس يعني في الجمع تستلزم car ces actions لأن هذه الأفعال أو هذه الحركات. إذا كلمة action غير مناسبة هنا. ثم ننتقل إلى action ثم accès. من حيث الكتابة الكلمتين صحيحتين لأن action كلمة مفردة ومذكرة. ثم كلمة accès أيضا كلمة مفردة ومذكرة. في حالة المذكر نقول سو. في حالة الكلمة المذكرة نقول سو. مثلا سو غارسون. سو مارشي. سو مارشي هذا السوق. سو ليفر هذا الكتاب. إذا نقول سو. طبعا في حالة الكلمة المذكرة المبدوءة بإن فويال هنا نضيف هذا الطي كما قلنا فيما سبق. إذا نتكلم عن أكسون كلمة مفردة مذكرة ولكن مبدوءة بإن فويال. ثم كلمة أكسي كلمة مفردة مذكرة لكن مبدوءة بإن فويال. إذا سنضع ست. سنضع ست. الآن نمر إلى المعنى. ما معنى كلمة أكسون وما معنى كلمة أكسي؟ إذا سنبحث بعد هذا عن الكلمة المناسبة من حيث المعنى. إذا هذا يتطلب أن نعرف معنى كلمة أكسون ثم معنى كلمة أكسي. أكسون من حيث المعنى تعني النبرة الصوتية وتعني اللهجة. أكسون من حيث المعنى تعني النبرة الصوتية وتعني اللهجة. تعني لهجة معينة في لغة معينة. ثم أنها تعني علامة على الحرف الصوتي. ثم أنها تعني علامة على الحرف الصوتي. إذا نتكلم عن سين غرافيك ميسيغ إن فويال توضع فوق حرف صوتي. مثلا نكتب أ أكسون إيغي أو نكتب أ أكسون غراف. ممكن أننا نكتب أ أو بيان أ أفيك أكسون غراف أو بيان أ أفيك أكسون إيغي. إذا نتكلم عن هذه العلامة الكتابية التي نضيفها فوق الصوتي. إذا تسمى أيضا أكسون. إذا باختصار كما قلنا كلمة أكسون تعني نبرة صوتية تعني لهجة في لغة معينة تعني الإشارة الكتابية التي نضع فوق الصوتي. إذا تسمى أكسون. ثم نمر إلى أكسي. أكسي المقصود به هو الممر. المقصود به المنفذ أو المدخل أو الممر. تأتي من فعل أكسيدي. تأتي من فعل أكسيدي يعني أنك تصل إلى مكان. نقول مثلا أون أكسيد أو غوني باغ أون إشال يعني أننا نصل إلى الهوري عن طريق سلم. يعني أننا نصعد في السلم لنصل إلى الهوري الذي نضع فيه مثلا الحبوب إلى غير ذلك. أو نقول مثلا إل أكسيد أ أون هوت فونكسيون. إل أكسيد أ أون هوت فونكسيون هو يصل إلى وظيفة عليا. إل أكسيد أ أون هوت فونكسيون هو يصل إلى وظيفة عليا. إذا بعد شرح هذه الكلمات ما هي الكلمة المناسبة التي سنضعها في هذه الجملة؟ إذا ماذا سنقول؟ passer de l'autre côté car cet accès est réservé aux pompiers. إذا مروا من ذلك الجانب لأن هذا الممر هو مخصص لرجال الإطفاء.
مر من الجانب الآخر لأن هذا الممر أو هذا المنفذ أغازاغي، يعني أنه مخصص أو بومبي، يعني أنه مخصص لرجال الإطفاء. ثم في الجملة الأخيرة عندنا أون طومبون أومار أكاسي أون دو سون فيلو. إذن أون طومبون يعني بالسقوط، المقصود عندما سقط. أون طومبون بالسقوط، أومار أكاسي أون، إذن أومار يكسر كذا، إذن أومار أكاسي سيرو فيرب كاسي، هذا فعل كسر. أومار أكاسي يعني أومار كسر. أون شيء مؤنث دو سون فيلو، أومار أكاسي أون يعني أومار كسر شيئا مؤنث دو سون فيلو من دراجته. إذن هو كسر شيئا ما من دراجته. ما هو الشيء الذي كسره عمر؟ كاسكو عمر أكاسي دو سون فيلو، ماذا كسر عمر من دراجته؟ كاسكو عمر أكاسي دو سون فيلو، اسكي لا كاسي ان بيتال او بيان الى كاسي ان بيدال او بيان الى كاسي ان ميداي. سور ليماج اون ان بيتال دو روز اورانج. إذن كما نرى على الصورة عندنا ورقة زهرة أورانج بلون أحمر. Sur l'autre image, voici des pétales de fleurs artificielles en tissu. إذن عندنا ورقة de fleurs لزهور artificielles، يعني أنها صناعية، en tissu مصنوعة من الثوب. Sur l'autre image, une pédale de vélo. On a une pédale de vélo. إذن في الصورة الأخرى عندنا une pédale de vélo. Ensuite, on a une médaille. Voilà, c'est une médaille. En tombant, Omar a cassé un pétale, ou bien Omar a cassé une pédale, ou bien Omar a cassé une médaille. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette phrase-là? Bien sûr, on va mettre en tombant, Omar a cassé une pédale de son vélo. Anna Omar bisuqutihi huwa kassara duwasa min darajatihi. On va mettre en tombant, Omar a cassé une pédale de son vélo. بسقوطه عمر يكسر دواسة من دراجته. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.